فإذا المسيحية نمت من خلال الاضطهاد، دم الشهداء أصبح بذرة الكنيسة. فالكنيسة من فترة لفترة بتتمتع في أيام حرية حسب نوع الحاكم، وفي أيام بتواجه شدائد، ضيقات وظروف شرسة صعبة جدا. لكن عاوز أقول لكل مسيحي في كل مكان، طبعا يحق لك مثل ما بقول الكتاب، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إذا الحكومة أو الدين أو بتعلمني القتل أنا أرفض، إذا بتعلمني أنه أشتم أنا أرفض، إذا بتعلمني الرشوة والكذب أنا أرفض، إذا بتعلمني أنه أخذ حقوقي بالقوة وبالعنف وبالكذب وأنه أستخدم كل الأساليب حتى أصل الهدف، تذكر أنه إلهنا حي. يمكن بتنجح لحين بس رح تواجه الرب، مش في الأبدية أنا بتكلم، رح تواجه في حياتك ولا بد من عقاب حتى لو طالت المدة. أوعك تفكر الله لا يشمخ عليه، ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضاً.